تابعت امبارح اول امبارح الحصار الاسرائيلي للمسجد الاقصى، وتابعت برضو الناس اللي معسكره هناك ومدافع عن المسجد الاقصى. وده خلي بالك يعني واجب على اي حد في الوطن العربي كله ان احنا نقف، لان ده مقدس اسلامي ومقدس عربي وبعث فيه كل الانبياء، فلازم احنا كلنا نساهم في النهضه دي حتى بالاعتراض السلمي على الوطن العربي كله انهم يتحدوا مع بعض، لأن المسجد الأقصى مش مسجد فلسطين فقط، ده مسجد الأمة العربية كلها. والمفروض إن احنا أساسا يعني الوضع ده ما يرضيش الوطن العربي كله. ومهزلة إن هذه أن المسلمين بهذه الصورة من التراخي ومن الإحباط ومن الإهمال ومن عدم التماسك، وإسرائيل طايحة فينا وهتعمل اللي هتعمله وأكثر وأكثر. الحقيقة الذي يحصل اليوم أمر محزن، أمر محزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج على إخواننا المسلمين في القدس وفي كل مكان. طب ما ربنا قال في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ده ربنا قال كده في القرآن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. بس ده نتيجة طبيعية لتباطؤ العرب في أخذ موقف من زمان، ويعني العرب جامعة الدول العربية بمعنى صح ما تعرفش غير ثلاث كلمات: نندد ونرفض ونستنكر، غير كده مفيش. وأنا بوجه رسالة لحماس، بقول لها يا حماس بدل ما أنت مشغولة بقطر وتتأمري على مصر، روحي حرري القدس. أنا بقول لداعش، بقول للتميم، روح حرر القدس بدل ما انت عمال تخرب في الدول العربية. يعني انا ما بقولش غير كل حكومة عربية يا ريت تقف جنب فعلا الشعب ده، لان الشعب ده مظلوم ظلم كبير جدا. كواجب علينا ان احنا كمسلمين لازم نقف مع الفلسطينيين في الرباط اللي هم موجودين فيه حاليا، وان تهويد المسجد الاقصى ده كله عملية منهجة من الاحتلال الصهيوني. الحكام المسلمين هيقدروا في حاجة يقدروا يعملوها تحل المشكلة؟ مش ما فيش، بتهيألي مش كده ولا ايه؟ بس احنا كل الدول العربيه لحد دلوقتي معتقده ان المسجد الاقصى يخص فلسطين بس. لو كلهم اعتقدوا بجد او قالهم يقينا ان المسجد الاقصى للوطن العربي كله، ما كانش ده بقى وضع المسلمين وحال المسلمين ان هم محرومين ان يصلوا الصلاه جوه، وان هم بيصلوا باراده اسرائيليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. يعني من الاذان في المسجد الاقصى نعود الى الاستوديو وارحب بضيف العزيز العالم الجليل سيدي الحبيب علي الجفري. اهلا وسهلا سيدي، حياكم الله وبارك فيكم. باركنا بيك وحرمتنا منك فتره طويله، فاهلا وسهلا بك مره ثانيه. العفو، الله يحفظكم سيدنا. خلينا ابتدي وافهم من الاول خالص من حضرتك، هو ما الذي يحدث في المسجد الاقصى؟
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي يجري في المسجد الأقصى. مسجد الأقصى هناك واقع الآن أو أحداث مشتعلة الآن، لكنها لا ينبغي أن تفصل عن الصورة الكلية. نعم. الواقع الذي نشر في الأخبار والذي أيضا تواصلنا مع إخوتنا، عدد من إخوتنا المرابطين في داخل المسجد الأقصى، حوالي المسجد الأقصى في داخل القدس القديمة، أن عملية قد نفذت قتل بسببها 2 من قوات العدو المحتل، وقتل 3 الذين هم منفذوا العملية. اتخذت هذه العملية ذريعة لإغلاق أبواب المسجد الأقصى وعدم إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ سنة 69 عندما حصلت حادثة الاعتداء على المسجد الأقصى وقتل الناس والحراق الذي حصل. ثم أغلق المسجد الأقصى واستمر مغلقا لليومين التي هما الجمعة والسبت، اللذان هما الجمعة والسبت. ثم بعد ذلك ركبت قوات العدو المحتل بوابات إلكترونية ليفرضوا على الناس أن يمروا من خلالها قبل الدخول إلى المسجد الأقصى، مبررين ذلك أو متذرعين بأنها ضرورة أمنية. رفض المرابطون الأبطال الذين سأل الله عز وجل أن ينصرهم ويأخذ بأيديهم وأن يوفقهم بجميع توجهاتهم وفصائلهم، لا أستثني منهم أحدا، رفضوا واتحدوا وحدة واحدة وعلى رأسهم فضيلة المفتي الشيخ محمد حسين والقائم مدير وكذلك مدير المسجد الأقصى والمشايخ الذين يدرسون في المسجد الأقصى والذين يخطبون في المسجد الأقصى، والتف حولهم الناس وأقاموا الصلوات حوالي المسجد الأقصى رافضين العبور عبر البوابات، لسبب هو أن هذه البوابات التسليم بوجودها هو السماح بانتقال العدو إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بقضية المسجد الأقصى ككل. نعم، وليس في قضية هذا الحادث. نعم، بقالوا رجل جوه المسجد الأقصى أصبح ينقل الناس إلى واقع جديد، وهو أنه كما سميت رجل، أي أنه له الحق في التحكم في من يدخل وفي من لا يدخل. في السابق كان هناك محاولات للمنع ومقاومات، وحيانا يمنعون وحيانا الناس يدخلون. هم يريدون يؤطرون مسألة حقهم المزعوم في إدارة المسجد الأقصى الشريف. المسجد الأقصى الشريف إلى الآن إدارته لا تخضع للعدو المحتل. إدارة المسجد الأقصى الشريف ترجع لإشراف الأسرة الهاشمية في الأردن، وهم القائمون عبر وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية على نفقات الأئمة والخطباء والذين في داخل المسجد الأقصى في الأمور الإدارية مع التنسيق بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. العدو المحتل خارج إطار ما يحصل في اليوميات، وضع هذه الجزئية وهذا الموضوع في إطار تسلسلهم يعملون استراتيجيا عليه. هذا التسلسل هو الوصول بالناس إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الشريف. التقسيم الزماني بدأوا فيه بالفعل، وإن شاء الله لا يصلون فيه إلى مراد. التقسيم الزماني أن يجعلون ساعات معينة في النهار لإدخال متطرفي اليهود، لإدخال الصهاينة داخل المسجد الأقصى وترتيل تراتيلهم هناك، وهذا يحصل وهناك مقاومة من المرابطين في داخل الأقصى، لينتقلوا بعد ذلك إلى التقسيم لا قدر الله المكاني، وهذا ما لا يقبل ولن يقبل بإذن الله عز وجل. فهو في إطار خطة. يضاف إلى ذلك أن موضوع البوابات والإصرار عليه كما أخبرني أحد المرابطين الأفاضل من داخل المسجد الأقصى، هو حتى بالنسبة للعدو المحتل ليس قضية أمنية، وإنما هي قضية سياسية تتعلق برئيس وزرائهم، رئيس وزراء كيانهم لديه مشكلة قضائية وهكذا أراد أن يصرف الأنظار، وإلا فإن الجيش والمخابرات كما أخبرني من في داخل الأقصى من في داخل القدس ضد فكرة بقاء البوابات. وقبل أن ندخل إلى الاستوديو ظهرت أول مبشرات أو بشائر صمود المرابطين في المسجد الأقصى. والآن عاجل مصر والسويد وفرنسا يدعون إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن لمناقشة لبعث الاعتداءات. الله أكبر، هذا المتوقع من دولة مثل مصر. نعم. والسويد من المعلوم أن لها موقف مشرف منصف منذ سنوات. نعم. يعني لها مواجهات للمستوطنات وفرض عقوبات على المواد الاقتصادية أو على تصدير ما يصدر من المستوطنات. نعم. ومعترفة، لعلها معترفة بدولة فلسطين. فالشاهد مما أقوله أن العدو بدأ الآن يتكلم، وأعلن قبل أن ندخل إلى الحلقة بأنهم غدا سيعرضون فكرة رفع البوابات. نعم. ها
هذا جزء من رؤية كلية تتعلق بالمسجد الأقصى، ينبغي أن نتنبه إليه. هناك عمل على قدم وساق، بمعنى هناك استراتيجية لا تقابلها استراتيجية منا نحن. طيب، هو احنا هنفضل ماشيين باستراتيجية رد الفعل؟ هم لديهم استراتيجية، نعم، ولا استراتيجية هناقش حضرتك فيها؟ نعم. هو ايه الخناقة على المسجد الأقصى؟ عندنا بعض الأصوات قالت انتوا زعلانين على المسجد الأقصى ليه؟ هو بتاعنا مش بتاعنا، احنا ما بنهوش، وانتوا مصدقين انه مقدس مش مقدس. هذا السفه الصادر عن أشباه المثقفين، وأنا آسف على هذه العبارات التي سأقولها، هذا السفه الصادر عن أشباه المثقفين لم يعد لدينا ترف الاستماع إليه في هذه المرحلة. نعم. المسجد الأقصى هو مسجدنا، وهو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقام ببناء البنية التي على أرض المسجد الأقصى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن فتح بيت المقدس. والكلام الفارغ السفيه الذي يقول أصحابه بأن المسجد الأقصى إنما هو من بناية عبد الملك بن مروان لا يساوي الحبر الذي يكتب به، لأن ما فعله عبد الملك بن مروان هو بناء بناية على قبة الصخرة ضمن المسجد الأقصى الشريف. والكلام الفارغ الذي يقال أنه فعله بسبب أن ابن الزبير أخذ مكة وبالتالي يريد محج، هذا كلام فارغ. أخذ ابن الزبير لم يتجاوز فترة بسيطة ووجه الجيوش عليه وأنهى، وهو يعلم أن الناس لن تنصرف إلى غير مكة المكرمة. فهذا كلام فارغ. هل نستطيع أن نقول أن الحرم المكي لم يكن موجودا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المباني الموجودة قد قام بتوسيعتها الملك عبد العزيز ثم أولاده ملكا بعد ملك على اعتبار التوسيعات التي في المباني؟ هذا كلام فارغ، ولا وقت لهذا الهراء، وليس لدينا ترف للتلاعب بقضية حساسة مثل هذه القضية. طيب، احنا ليه وصلنا للمرحلة دي؟ ولو حصل تاني وتالت، هو الرهان على المرابطين، ولا أحسنت. يجب أن يكون هناك دور آخر؟ أحسن، يعني تكملة لما كنت سألتني عنه، معلوم لديكم أن يونسكو قد اعترفت بأن المسجد الأقصى الشريف بكامل حدوده. احنا جايبينه دي صورته على جوجل اهي. نعم. بحدوده كم؟ أحسنت، لأن الكثير صاروا يتكلمون بأن قبة الصخرة ليست المسجد الأقصى. نعم. بلى، قبة الصخرة التي هي ذات القبة الذهبية، والمصلى القبلي الذي هو ذو القبة الفضية، والمصلى المرواني، ومسجد البراق الذي عند حائط البراق الذي يدعي أو يسميه المحتلون بالمبكى. نعم. وكل هذه المساحة المحاطة بالخط الأحمر 144,000 دونما، كلها وقف إسلامي خالص، كلها اسمها المسجد الأقصى. نعم. قبة الفضية والقبة الذهبية، المسجد المبنى هذا والمبنى هذا كله المسجد الأقصى الشريف. وأخيرا اليونسكو اعترفت بذلك وأعلنته، وهذا مما غاض العدو. فإذا كان اليونسكو تتكلم وتقول أن هذا وقف إسلامي خالص، يأتي من يتكلم بهذا السفه ليشكك في إسلاميته؟ كنت سألت سؤال أنا. نعم، كنت بتكلم عن استراتيجيتنا وموقفنا احنا إيه. لا، سألت سؤال قبل، يعني أنا الحقت بكلامي ما كان له علاقة بالسؤال الذي قبله. ثم أنت سألت، بنيت على ضرورة وجود الاستراتيجية، بنيت سؤالا. نعم. كنت بسأل حضرتك عن موقف احنا سنظل نراهن على المرابطين. أحسنت. نعم، هذه مسألة مهمة. أولا، اليوم الذي يعمل بصدق في داخل المسجد الأقصى هم المرابطون الذين استشهد منهم 3 بالأمس وجرحوا 39، ويسجن منهم من يسجن، وكان العدو يراهن على أنهم سيتوقفون من الحشد لأنه منع دخول منطقة القدس ككل لمن هم دون 50 سنة بالأمس بالنسبة للجمعة، فقام الناس بالتظاهر والاحتشاد حوالي الحواجز التي كان يمنعون الناس عليها. والشباب الذين في البيت المقدس في القدس القديمة لم يتوقفوا قط في الصلوات الخمس، بالرغم من أنه كما أخبرني بعض إخوتنا المرابطين أنه بمجرد أن ينتهوا من الصلاة ويقولون الله أكبر تلقى عليهم قنابل الغازية، تلقى عليهم القنابل الصوتية، يضربون بالرصاص الحي. نعم. مع أنهم لا يتخذون تصرفات مواجهة مصادمة أي عنف، ويلقى عليهم نوع من الماء ذو رائحة عفنة يستمر 3 أيام في الإنسان بكل المحاولات، ومع ذلك كان العدو يراهن على أنهم سيتوقفون. هم الآن إلى زيادة وإلى ازدياد، وسيتراجع العدو وسيبقى موقف إخوتنا المرابطين. هنا مسألة مهمة،
قبل أن نتكلم عن أدوار الحكومات وأدوار الجماعات والشعوب، ما دورنا تجاه المرابطين؟ تجاه المرابطين؟ المرابطين نعم. إخوتنا في القدس يعانون الأمرين، ليس فقط من الاحتلال، يعانون الأمرين من تركنا لهم. حالتهم الاقتصادية شديدة الصعوبة، نسبة الفقر وتحت الفقر عالية جدا في بيت المقدس، في القدس، لا سيما القدس القديمة. نعم. محلات المقدسيين تقفل محلا بعد محل لارتفاع الضرائب وقلة المشتريات. نعم. في الوقت الذي تزداد فيه محلات الصهاينة لكثرة الزوار الذين يأتون إلى حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى. والحقيقة لا يوجد نص ديني لدى اليهود في كتبهم القديمة يجعل من حائط المبكى مكانا مقدسا. هدخل في الجزء ده، محتاج أدخل في تفصيل شوية. إخوتنا المقدسيين لدينا تقصير كبير في دعمهم، أكثر من 40,000 من أهل بيت المقدس انتقلوا إلى الضفة الغربية لشدة الحاجة إلى المعيشة، والباقون ثابتون وصامدون. يأتي الصهيوني فيعرض على أحدهم على البيت الصغير المكون من حجرتين أو 3 مليون و2 مليون و3 و5 ملايين دولار ليبيع هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي بحجم هذا الاستوديو أو أصغر من هذا الاستوديو، فيأبى هذا الذي لديه 10 أبناء متكدسين في داخل هذا البيت ويذوق الأمرين. علينا واجب في دعمهم. طيب هتسمع لي حضرتك، أنا أسف للمقاطعة. معنا أحد المرابطين الأبطال من المسجد الأقصى، العالم الأستاذ الدكتور مصطفى أبو الصوي، أستاذ كرسي الإمام الغزالي بالمسجد الأقصى والأستاذ بجامعة القدس. أنعم وأكرم. أهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم وأكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور مصطفى. يعني نسلم عليكم، ولكن سلام خاص حبيبنا. وعليكم السلام العلامة الحبيب علي الجفري أكرمكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي وسادتي أهل الرباط. أكرمكم الله يا سيدي. دكتور مصطفى، ممكن حضرتك بس تطلعنا ماذا يحدث الآن من حول مسجد الأقصى وفي الباحة؟ والله يا سيدي، من يعني تجمع المصلين عند باب الأصباط، يعني حقيقة الآن يسمح بالصلاة ليس في ساحة الساحة، مثلا في ساحة مساحة غزلية بين باب الأصباط الخارجي اللي هو في سور المدينة وباب الأصباط اللي هو الباب الخارجي من المسجد الأقصى. منع الناس من الصلاة هناك، ومنع الناس من الصلاة حتى خارج باب الأصباط مباشرة. الآن مسموح الصلاة في أسفل الشارع في منطقة مسمية احنا يعني شارع سيدنا مريم، يعني فتجمع الناس هناك يصلون الصلوات. يعني هي صلاة تكون صلاة واحدة في غير الجمعة. أمس كان عدة صلوات في نفس الشارع، يعني كنا صلينا، كان هناك صلاة في باب الأصوات لكن ليس داخل المسجد الأقصى، وحوالي 5-6 صلوات جمعة يعني بين الواحدة الأخرى 50 متر 100 متر 200 متر، 5 صلوات جمعة كلها في محيط واحد، و كان يتعذر على المجموعات هذه أن تتصل ببعضها البعض من ناحية تواصل الصلاة، فكان هناك إمام لكل صلاة، مع أنه إحنا يعني الإمام يشاهد الإمام والمصلون بجانب المصلين، ومع ذلك تعددت الصلوات. وحقيقة كان قد وعد بالسماح لمنهم لرجال منهم أكبر من 50 عام بالدخول، ولكن هذا لم يحصل، ولذلك كان يعني تقطعت أوصال الناس. اليوم بعد صلاة المغرب هي وأنا أتحدث معك صوت إطلاق النار في حيرات العمود، مو يعني نسمع من البيت. أنا عدت بعد يعني بعد صلاة العشاء، كنت متواجد في المنطقة بعد صلاة المغرب، وحقيقة كان يعني هنالك يعني هجوم القنابل الصوتية في وقنابل الغاز وايضا بالمياه. احنا مش في اللغه العربيه المياه العادمه، هي ليست مياه عادمه، انما مياه بكثافه كيميائيه رائحتها قويه جدا. وحتى بعد ما انصب الناس
حتى كان هنالك استفزاز حتى للصحفيين بهذه المياه المعاي العادمة. للأسف الشديد الشاب الذي أصيب من منطقة أبليس العزرية توفى وضع فهذا ورابع شهيد. الخبر اللي يعني جديد قرأت على جريدة الجزيرة الأمريكية جريدة إسرائيلية يعني خبر واضح أنه يمهد الطريق أمام إزالة البوابات الإلكترونية وهذا البحث عن بدائل. يبقى القرار قرار الحكومة، ولكن واضح أن الشرطة وهي المؤسسة السلمية الأخيرة التي كانت تعارض إزالة البوابات الإلكترونية تجي الآن يجتمع الجيش والمخابرات والشرطة على نفس الرأي وإزالة البوابات الإلكترونية لأنها أدت إلى يعني حقيقة مفاقمة الوضع. طيب دكتور مصطفى، ممكن أسأل حضرتك عن صورة أكبر شوية، هو ماذا وراء ما يحدث؟ لا أعتقد أن المسألة تقف عند حدود بوابات صحيح. إلكترونية ومنع وتصادم، لا بد أن هناك رؤية أوسع بكثير. طبعا لا هو الصورة الأكبر هي دائما الصورة اللي يجب أن تكون حاضرة. لا يمكن أن تكون قضية بوابات إلكترونية على الجهتين. يعني هنالك أسباب، أول باب هو يعني نحن تحت احتلال، القدس تحت الاحتلال، مسجد الأقصى تحت الاحتلال، فلا يعني لا يوجد حل نهائي. حتى أن هذا المسجد من مردخائي حتى نفسه يقول لابد من حل، يعني يقول يتحدث عن حل السياسي حتى نرى من الذي سيكون مسؤولا عن قضايا الامن في المسجد الاقصى مستقبلا. الكلام صحيح لكن يعني قد يراد به باطل، لكن الكلام صحيح. الصوره الكبرى ان هنالك مشروع اسرل في القدس وفي محيطها، يعني المشروع الاسرل هي المدينه يمكن الوحيده في العالم التي يعني يوجد سياسه واضحه حول تخصيب اعداد مجموعه عرقيه معينه او خلفيه اثنيه معينه او خلفيه وطنيه معينه. يوجد سياسه واضحه حول تخصيص اعداد الفلسطينيين في هذه المدينه والاساليب كثيره جدا، منها على سبيل المثال الحصر، ندرة رخص البناء، فيضطر مثلا الناس إما للسكنة في أوضاع سيئة جدا أو الانتقال للسكنة في الضفة الغربية. حينما نقول الضفة الغربية ليست مسافة يعني القاهرة نفسها يعني أكبر من هذه المسافة بكثيرة جدا، نتحدث رام الله على بعد من وسط من مركز القدس رام الله حوالي 15 كيلومتر، بيت لحم حوالي 5 كيلومتر، الزعيم على يعني هي عمليا من السطح الشرقي إلى جبل الزيتون كأن بذات الضفة الغربية. لكن إذا عاش هناك وأثبت أنه يعيش هناك ممكن أن تسحب حريته وإقامته فلا يستطيع دخول القدس إذا أطال السكن. من القضايا يعني نحن بحاجة إلى أكثر من 1000 غرفة صف ليس لمقعد، نحن بحاجة إلى أكثر من 1000 غرفة صف حتى يتمكن الأولاد في القدس الشرقية من الحصول على مقاعد في للدراسة. هنالك يعني تمييز على جميع الأصعدة، يكفيك القول أولمرت حينما كان هذا رئيس الوزراء السابق حينما كان عمد للمدينة قال بالحرف الواحد نصا قال 96% من حدائق العامة موجودة في القدس الغربية، أي يعني معناه 4% فقط في القدس الشرقية. وحتى هذه 4% أنا أراها يعني نحن نعيش في أكبر أحياء القدس في رأس العمود سلوان، ولا نرى هذه يعني لا ملاعب للأطفال ولا وأنا أتحدث على أساس الرقم يعني واضح جدا. ولكن التمييز سواء لا يوجد درك سباحة عامة، لا يوجد عدد المكتبات العامة أقل في القدس الشرقية، عيادات الأمومة والطفولة أقل في القدس الشرقية على جميع الأصعدة، حتى يعني يعذرون للمثال حتى تنظيف النفايات عندنا هو دون تنظيف النفايات في القدس الغربية. نعم. طيب دكتور مصطفى، كمرابطين ماذا تحتاجون منا؟ ما الذي يمكن بتواضع شديد وخجل أن نقدمه لكم؟
يا سيد العزيز، هو يعني نحن نريد الأمة أن تكون على قلب رجل واحد، ليس من أجل فلسطين، من أجلها هي. يعني القضية الأساسية حقيقة نتحدث عن قبلة المسلمين الأولى، وقبلة المسلمين الأولى هي يجب أن تكون هم المسلمين الأول. يعني هذه القضية الأساسية، يعني يجب أن يكون هنالك يعني نهضة حقيقية في الأمة، ليس ضد أحد، ولكن يعني مع الذات، مع النفس، مع يعني إذا صلح حالنا في أي يعني في أمتنا العربية الإسلامية بطبيعة الحال، ف يعني يكون هنالك يعني مردود طيب إن شاء الله على الفلسطينيين وعلى أكناف بيت المقدس والجميع في أكناف بيت المقدس بإذن الله عز وجل. بإذن الله. السيد الحبيب عايز تقول للدكتور حياكم مصطفى. الله دكتور مصطفى، وقواكم ونصركم وجزاكم الله خيرا، وبلغوا التحيات لإخوتنا وسادتنا من المرابطين. إن شاء الله إن شاء الله بيكم الخير، بارك فيكم، وإن شاء الله نتواصل معكم وقد فرج الكرب، وناتيكم إلى المسجد الأقصى الشريف ونحضر درسكم في قبة الصخرة. استغفر الله، جزاكم الله خير، يعني كل ما على أيديكم الله يكرمكم، بارك فيكم، حفظكم الله، حفظكم الله. بشكرك جدا، بشكر الدكتور مصطفى بالصوي، أستاذ كرسي الإمام الغزالي بالمسجد الأقصى، وأحد المرابطين من مئات الآلاف من المرابطين حول المسجد الأقصى. كلام الدكتور مصطفى أكد ما كنا بصدده، نعم، من مسألة واجبنا تجاه المرابطين، نعم، وكلامه فتح الباب إلى تقسيم يعني مرتب أو منظم لهذا الواجب. جزء منه متعلق بالبنية التحتية، تكلم عن المدارس، عن الفصول التي يحتاج إليها، عن الحدائق العامة، عن المستشفيات. هذا النوع من العمل البنيوي التحتي ما أقول ينبغي، يجب علينا، واجب أخلاقي، واجب ديني، واجب إنساني، أن يكون لنا دور حقيقي في دعم أهل القدس في هذا الأمر. نعم. توجد منظمة تابعة للأمم المتحدة اسمها UNDP للإنماء، حسب ما أبلغني الدكتور مصطفى وغيره من المسجد الأقصى من القدس الشرقية، أن لها دور في ما يتعلق بالبنية التحتية. كذلك الهلال الأحمر الإماراتي بنى العديد من المدارس والمستشفيات، بل وبنى مدينة سكانية للمدرسين والأساتذة هناك. كذلك هناك صندوق القدس، صندوق القدس الهاشمي في الأردن، من خلاله يتم إعمار المسجد الأقصى الشريف، انتهوا من الترميم والآن يوجد مكان بدأ الهدم فيه في ركن من الأركان في المسجد الأقصى، بحاجة إلى عمل وإلى بناء. أيضا نحن بحاجة إلى دعم للأفراد الموجودين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للناس الموجودين في القدس الشريف. توجد هناك مؤسسات محلية داخل القدس الشريف، بمعنى مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بين أهل القدس أنفسهم. نحن بحاجة إلى خدمة لمثل هؤلاء أيضا. وأنا أعلم أن هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه البعض يثير حوله جدلا، واجبنا نحن أن نذهب إلى زيارة المسجد الأقصى الشريف، أقولها هذه المرة وبكل وضوح، بعد أن ترفع البوابات ينبغي ألا تتوقف أفواج الزائرين. الزيارة الرشيدة التي دعا إليها مفتي القدس فضيلة الشيخ محمد حسين الذي اعتقل قبل أيام وأفرج عنه، نحن نحاول الاتصال به ولكنه كان في اشتباكات الآن مع والذي هو الآن في الاشتباكات في المرابطة، فلا يزايد أحد على الناس الذين في قلب المعركة. بس هنروح للتطبيع وبندعم العدو. التطبيع أن نترك القدس في مثل هذه المرحلة، التطبيع أن يكون الوضع الطبيعي أن أفواج الزائرين من اليهود من أنحاء العالم يقفون على حائط البراق ويدخلون إلى داخل المسجد الأقصى. هذا هو التطبيع. الشيخ محمد حسين يقول يدعو إلى الزيارة الرشيدة. ما هي الراشدة؟ ما هي الزيارة الراشدة؟ الدخول عبر معبر الأردن، ركوب السيارات والباصات الفلسطينية التي يمتلكها أهل بيت المقدس، استخدام النزول في الفنادق الفلسطينية في القدس القديمة، تناول الطعام في المطاعم الفلسطينية في القدس القديمة، التعامل داخليا أولا
يتمتلئ ساحات المسجد الأقصى بالمصلين. يا أخي لو كان الناس في المسجد الأقصى وفي ساحاته كما هم في الحرمين الشريفين لما تجرأ أحد من هؤلاء على الدخول إلى المسجد الأقصى لو كان ممتلئا. الأمر الثاني سيكون في ترددهم وبيعهم وشرائهم توفير مصدر اقتصادي قوي. يا أخي الناس في بيت المقدس شأنهم شأن الحرمين الشريفين، الأصل جعل الله السبب في أرزاقهم الزوار بيع وشراء وتعامل معهم. نعم. يجب علينا أن نعيد النظر. المقاومة الشديدة هذه لمسألة الذهاب وإلصاقها بالتطبيع أغرب شيء. يأتي واحد يقول لك أنت تدعو للذهاب إلى إسرائيل، هذا هو التطبيع، أن أسمي القدس إسرائيل. نعم. التطبيع أن تسمي القدس إسرائيل، هذه القدس المقدسة المعظمة. أنا أدعو وبعلو الصوت بل وأناشد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن يعيد النظر هو والمجمع الذي لديه في مسألة زيارة المسجد الأقصى. الوضع الآن خطير للغاية، ينبغي أن يعاد النظر في هذا الموضوع وأن نتوجه أفواجا عبر المنفذ الأردني، ليس عبر تل أبيب ومطار تل أبيب. نعم. عبر المنفذ الأردني مع تنسيق مع شركات سياحية تقوم بهذا الأمر من مصر من الأردن من إندونيسيا من ماليزيا، وهذا بدأ الحمد لله. يعني حتى في أيام الإغلاق هذه التي حصلت جاء مجموعة من الزوار الأتراك وجزاهم الله خير يأتون بأفواج كبيرة وأقاموا صلواتهم على الأبواب، لم يدخلوا تضامنا مع المقدسيين. تخيل لو أن الأعداد هذه الكبيرة موجودة الفرق سيكون كبير. يأتي واحد يقول أيوة لكن لما يرون هذا الأمر سيمنعون دخول الناس لو كان في ضرر، فليمنعوا. وعندئذ نملأ العالم صراخا بأن هؤلاء الذين يدعون أنهم مع حرية الديانات ومع الديمقراطية يمنعون الناس من الذهاب إلى المسجد الأقصى. لكن ما بقي وقت الآن للمحاباة ولعبة الكلام عن التطبيع وما التطبيع. التطبيع أن نجعل الوضع الطبيعي أن الآن مئات يوميا يدخلون إلى المسجد الأقصى. التطبيع أن نرى أعلام كيان المحتل داخل المسجد الأقصى وأمام القبة الصخرة قبة الصخرة. التطبيع أن يقوم صهيوني متطرف من الحاخامات ويدخل بتلاميذه إلى المسجد الأقصى والمسجد الأقصى خلو من الناس. هذا هو التطبيع، أن يتحول الأمر الطبيعي هو وجودهم. حضرتك بتكلمني على أن ده فرض ولا واجب وطني؟ لا أتكلم هنا عن واجب الوقت في شيء عندنا اسمه. نعم. واجب الوقت. لا هذا أما شد الرحال إلى المسجد الأقصى بالإجماع سنة، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. نعم. لكن الآن أصبح شيء اسمه واجب الوقت. ما معنى واجب الوقت؟ المسجد الأقصى يتعرض للخطر، هل بالإمكان اليوم خوض حرب؟ دعنا نكون صادقين مع أنفسنا. لا. لا دولنا جاهزة للحروب ولا شعوبنا مهيئة الآن للحروب بإمكانياتها المختلفة. نعم. إذن ما البديل لمثل هذا؟ نجلس ونتفرج ونعض على شفاهنا ونغضب ونصيح ونصرخ فقط؟ هذا نوع من المقاومة التي نحتاجها. لا نترك المسجد الأقصى. في فلسطين نادى أعداد من علماء فلسطين، المسؤولين في فلسطين نادوا، لم يرفض إلا إخواننا من الإسلاميين الحركيين والمؤسسات التابعة لهم في فلسطين وغيرها، هم الذين رفضوا. والأزهر لا يزال على موقفه القديم، نحن ننادي بإعادة فتح الزيارة بتفويج الناس للذهاب إلى المسجد الأقصى. توجد شركات ترتب مثل هذه الزيارات، شركات سياحية عربية لها تنسيق مع شركات فلسطينية في الداخل. ينبغي شد الرحال إلى المسجد الأقصى مرة أخرى. طيب هو البعض عارف المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، لكن القدس والمسجد الأقصى أو المنطقة للمسيحيين. نعم. واليهود، يعني اليهود عندهم وعد الرب اللي بيذكروا اليهود، وفي فيديو لمتطرفين موجودين حوالين المسجد الأقصى بيقولوا أنهم خلاص على وشك بناء هيكلهم. يعني أستسمع حضرتك نشوفه ونرجع عشان الناس بس اللي بتتفرج علينا تفهم. طب هم اليهود بيتكلموا عن حق ديني في المنطقة دي ازاي؟ אני אומר את זה ממרומז כלי הלבן. לא ראיתי אף פעם כבוד שכינה כזה בהר. שאנחנו היו הולכים לפה דחופים ועל ידי שוטרים ומהר ותעשו ככה ותעשו אחרת וכל כך מעט אנשים היינו וכבר רק להתפטר מאיתנו. ראינו היום משהו שאנחנו באמת נמצאים בצעד ראשון לקראת כבוד השכינה יחד עם שיתוף פעולה וכל הדברים שאנחנו עושים. צעד ראשון לכבוד שכינה שאין לכם מושג כמה שאני מתרגש לראות את הצעד הגדול הזה
שעשינו היום עם כל כך הרבה פעמים שהייתי בהר הזה ויצאנו מכאן כל כך מושפלים, כל כך נוהבים, כל כך נוהגים. רואים פה שאלפי יהודים ובשנים האחרונות אז עסק מתרבה, וככל שהגאולה מתקרבת כך ליבות ישראל פועמים יותר ויותר לעלות להר, להתפלל, להתקרב להשם יתברך. ברוך השם שזכינו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בזכות ההתעוררות הזאת. במלות יובל לשחרור ירושלים, במלות יובל לשיבתו של הקדוש ברוך הוא למקום הזה, בשנת היובל הזאת קשור הוא איש אל אחיזתו, והקדוש ברוך הוא שם אל אחיזתו, וכעת הוא קורא לנו בכל ארץ עבודתכם כי עבודת חמול הארץ, הר הבית בידינו. ברוך השם יש פה היום אמונים שלא רצים איש לביתו אלא רצים לביתו של הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, יום ירושלים, הגעתי להר הבית לפני 50 שנה, כ"ח באייר תשכ"ז, במלחמת ששת הימים, ריבונו של עולם החזיר לעם ישראל את הר הבית. ומאז עם ישראל נבוך בשאלה, וגם אנחנו נשאל, האם קיבלנו את הר הבית סתם? האם מה שעם ישראל צריך לעשות, זה להגיד הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, שיש סיבה ויש ייעוד, לשם מה חזרנו להר הבית. עשו פה כל מאמץ בלתי רגיל, וחרגו מכל דבר שאנחנו נזכה לעלות לכאן בלי לזכות, מי יודע כאן עוד מעט בתור, שנזכה לעשות את הצורה הטובה ביותר, המסודרת ביותר. الرب عاد إلى مملكته ورجعين للمسجد الأقصى تاني. ثم تقول لي أن الذهاب تطبيع؟ هذا هو التطبيع. نعم. هذا هو التطبيع، ترك ساحات الأقصى لهم يسرحون ويمرحون فيها. هذا هو التطبيع بعينه، لو أن هذه الساحة ملأة بعشرات الآلاف من المسلمين من أنحاء العالم الزوار سلميا لا يعاركون ولا يخاصمون. جاءوا في ظرف مثل هذا والبوابات موجودة وأهل القدس قرروا عدم الدخول يرابطون معهم على الأبواب في الخارج، جاءوا وقد أزيلت البوابات يدخلون ويزورون. هذا هو التطبيع، المنظر الذي رأيناه الآن هو التطبيع بعينه. نعم اليهود يدعون أن لهم حق في هذا المكان قبل قيام الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية هي حركة سياسية استغلت الديانة اليهودية كما تستغل داعش والثورة الإيرانية وغيرها الدين لأجل مآرب أخرى. نعم. هم أيضا الحركة الصهيونية، مؤسس الحركة الصهيونية ملحدون في الأصل، ليسوا حتى متدينين، لكنهم من قبائل يهودية فأثاروا النعرة. قبل كلام الصهاينة كان هناك إجماع لدى حاخامات اليهود، أقول إجماع لدى حاخامات اليهود، بأن هذه البقعة محرم على اليهود أن يدخلوها بأمر الرب. نعم. حتى يأتي ملكهم الذي في آخر الزمان المسيح، لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا عيسى وكذبوه، فهم ينتظرون المسايا المسيح الذي يأتي في آخر الزمان، هذه ديانتهم. نعم. وإلى الآن يوجد حاخامات يردون على هؤلاء المتطرفين من الحاخامات الصهاينة ويقولون أنتم تخالفون أمر الرب في هذه المسألة، ليس لهم أي حق ديني في هذا المكان. هذا المكان مكان للمسلمين شرعا وقانونا والآن باعتراف اليونسكو، لكن السؤال هنا ماذا يعرف أبنائنا عن المسجد الأقصى؟ انظر هؤلاء يأخذون الصبيان والأولاد المدارس إلى هناك، ويوجد لا أدري هل يستطيع الإعداد عندك يأتي به أو لا، زيارات إلى المدارس ويسألوهم المسجد الأقصى لمن؟ أرض المسجد الأقصى هي لمن؟ فيقولون لنا هم اليهود. نعم. وما موقفكم من العرب؟ يعلمون الأطفال من الصغر سنقتل العرب حتى نأخذ المكان، ويأخذون زيارات مدرسية لتمثال أو شكل تمثيلي لما يريدونه ويدعونه من هيكل سليمان المزعوم المشكوك أصلا في مكانه بل في وجوده. المشكوك ولا المحسوم بأنه غير موجود؟ لا، مشكوك في وجوده من الأصل. نعم. أما أنه في تحت المسجد الأقصى فليس بتحت المسجد الأقصى حسما قولا واحدا. نعم. بحثوا عن آثاره لسنوات وحفروا تحت المسجد الأقصى لسنوات وهددوا بنية المسجد الأقصى لسنوات ولم يصلوا لأي دليل ولا لأي إثبات تاريخي حقيقي، وهذا ليس بكلامنا نحن. نعم. كلام عدد من اليساريين الليبراليين اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة كتبوا عن هذا الموضوع أنه لم يستطع أحد من الذي الباحثين أن يثبت أن لهيكل سليمان المزعوم وجودا في هذه المنطقة. الكلام هنا عن أنهم يوعون أبنائهم وشبابهم. اليوم انزل إلى الشارع واسأل أولادنا ماذا يعرفون عن المسجد الأقصى. طيب أمري الله،
يعني كنت متردد ان انا ازيعه. هقول لك اولادنا بيقولوا ايه. طيب. نشوفه ومش هنرجع. طلعونا فاصل يعني سمع وبعدين نرجع لسيدي الحاج. تعرف ايه عن المسجد؟ اعرف ان هو محتل من 1919. طب ايه الفرق بين المسجد الاقصى وقبة الصخرة؟ ايه قبة الصخرة؟ مش عارف والله. هو اول القبلتين وثالث الحرمين. ايه الفرق بين المسجد الاقصى وقبة الصخرة؟ مش عارف والله. بصراحة مش عارف الفرق بالظبط. بس قبة الصخرة ده المسجد نفسه، بس ده اللي هم مخبينه علينا. قبة الصخرة دي على ما اظن كده اللي بناها سيدنا عمر بن الخطاب. قول لي تعرف ايه عن المسجد الاقصى؟ ان هو سلسلة الحرمين الشريفين، واللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راح له في ليلة الإسراء والمعراج. ده اللي هو أقصى حاجة عارفه عنه. المسجد الأقصى اللي هو المسجد الموجود في القدس في فلسطين، اللي هو بيت الله الأول. بيت الله الأول اللي هو اختاره، وكان القبلة الأولى، واللي كان مشهور من زمان من أيام الأنبياء كلهم، وهو أعظم حاجة مقدسة بالنسبة للإسلام أو المسيحية أو اليهودية. لسه أول مرة أعرف دلوقتي. أول مرة تعرف إن المسجد الأقصى في فلسطين؟ سنة كام؟ خمسة. يعني أنت داخل خمسة وما تعرفش المسجد الأقصى فين؟ أه. تعرف إيه عن المسجد الأقصى؟ لا ما أعرفش حاجة. سنة كام قول؟ أنا داخل رابعة كلية. كلية إيه؟ تجارة إنجليزي بني سويف. يعني فترة دراستك دي كلها ما فيش حاجة عدت قدامك كده فيها المسجد الأقصى؟ جت، والمشاكل اللي هي في فلسطين وإسرائيل والكلام ده، بس يعني أنا مش من اهتماماتي ان انا اعرف، او مش شغله بالي قوي يعني. حتى ما تعرفش الفرق بين المسجد الاقصى وقبه الصخره؟ لا طبعا. المسجد الاقصى ده حاجه وقبه الصخره حاجه. قبه الصخره اللي هي القبه الذهبيه اللي احنا بنشوفها في التلفزيونات او في كل حاجه، اما المسجد الاقصى هو المسجد الاصلي. المسجد الاقصى ده اللي الرسول عليه الصلاه والسلام عمل فيه رحله المراج، اللي هي الرحله اللي طلع فيها ان شاء الله ربنا وكلمه. انا في اولى اعدادي، رايح ثاني اعدادي. واللي تعرف المسجد الاقصى فين؟ لا والله ما اعرفش. ما سمعتش قبل كده عن المسجد الاقصى؟ بسمع كتير بس ما روحتش. هو فين طيب؟ مش عارف والله العظيم، مش مكذبش. طب هو فين، بره مصر ولا جوه مصر؟ تقريبا جوه مصر يعني. بحضراتكم مرة أخرى، أواصل حواري مع فضيلة الداعية الحبيب علي الجفري. سيدي الحبيب، قبل ما أرجع للحق، هي حق فكرة صهيونية ولا حق يهودي؟ سمعت الشباب بأعمار مختلفة؟ نعم، في الوقت الذي يوجد فيه من يحاول توعية الشباب اليهودي والأطفال اليهوديين توعية خاطئة مكذوبة عن حق مدعى ومزعوم، أبناؤنا لا يعون تفاصيل ينبغي أن يعلموها عن الأقصى. أنا لا ألوم الأولاد الذين ظهروا والشباب الذين ظهروا في التقرير. نعم. اللوم عائد علينا نحن. نعم. في مساجدنا، في مدارسنا، في وسائل إعلامنا. الجيل السابق منذ أيام طفولتنا نحن كان التعليم، المدارس نفس المدرسة في مناهجها تركيز على موضوع المسجد الأقصى الشريف، والمدرسون يتكلمون بحرقة عن موضوع المسجد الأقصى الشريف، فيخرج الطلاب. يذكر لي الدكتور محمد فتحي رئيس التحرير عندكم في البرنامج، قالوا نحن أطفال في الابتدائي كان المدرس يتكلم عن حوادث المسجد الأقصى ونتأثر، ونحن في الرابعة ابتدائي ونجمع قرش قرشين خمسة ساغ من المال ونعطيها للجهة توصلها إلى المسجد الأقصى الشريف. بمعنى حضور المسجد الأقصى الشريف وجدانيا وتعليميا لدينا. المسلسلات والأفلام الوثائقية، يا قنوات أعدادها من الفضاء عندنا. البعض بيشوف أن الأنظمة السياسية في العالم العربي سعت إلى ده،
وإن جزء من الإرهاب والعنف هو القضية الفلسطينية والإحساس بالظلم وعدم العدالة الدولية بتطلع إرهابيين بتطلع عنف. طيب وعليه بيغيبوهم؟ لا بالعكس، كلما ازداد الظلم فيما يتعلق بالمسجد الأقصى الشريف كلما ازدادت مساحة من يستغل ذلك من الإرهابيين، كما أن إرهابيي اليهود من الصهاينة ومن على شاكلتهم يستغلون ما يتعلق بقضيتهم ووطنهم الموعود من النيل إلى الفرات إلى آخره، يوجد عندنا من يستغل القضية الفلسطينية. إن لم تقوم دولنا وحكوماتنا ويقوم علماؤنا ودعاتنا ويقوم إعلاميونا وأساتذتنا ومدرسونا ويقوم رجال أعمالنا بانتهاضة حقيقية لخدمة حضور القضية في أذهاننا والتوعية فيما يتعلق بالقضية، فنحن الذين ندفع بهم نحو التطرف والمتطرفين. كنا نسمع أول على القدس رايحين شهداء بالملايين في 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 سوق التلاعب بالأقصى. البعض يقول هذه الأيام ما وجدنا في الشارع هذه الروح التي كانت في السابق قبل 10 سنوات، لو أي شيء حصل كل الأمة تنتفض وتتحرك. نعم الناس ملت أولا من اللعب على القضية، هذا أحد الأسباب الأساسية. استغلال قضية المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية ضمن النزاعات السياسية الأخرى في ملفات ليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية. لما يكون في انتخابات مثل التي حصلت في مصر بعد الثورة حق 25 يناير، لما يأتي الإسلاميون في انتخابات رئاسة وهتافاتهم في انتخابات الرئاسة على القدس رايحين شهداء بالملايين، ما دخل انتخابات رئاسية تتعلق بمصر في القدس بموضوع القدس؟ هذا تلاعب، هذا غش في عصر ما قبل 25 يناير. كلما ضربت غزة، صلى الله أن يفرج عن غزة وأهلها، غزة العزة، غزة هاشم، كلما ضربت غزة كانوا يخرجون الناس بعشرات الآلاف وبالمئات الآلاف للمظاهرات وصياح ويطالبون بقطع العلاقات مع الكيان المحتل وبإلغاء المعاهدة وافتحوا الحدود عندنا 10,000 مقاتل. لما وصلوا إلى الحكم نعم مظاهرات استمرت، سحب السفير حصل، صورة بسيطة أرسلوا رئيس وزراء يزور، لولا التنسيق بينهم وبين الجهات التي هناك لما توقف الضرب وقت زيارته. ثم ماذا حصل؟ لم تقطع العلاقات، لم تلغى المعاهدة، لم تفتح البوابات للذهاب إلى هناك، ورأينا الرسالة الموجهة إلى بيريز باسم صديقي الوفي يخاطبون بها. ونتمنى العزة والرفعة لوطنكم. أنا هنا لا ألوم على أن يكون لديهم رؤية سياسية إن كانت لديهم لصالح القدس بالتفاوض مع الذين هناك. انتبه أن هنا كلامي مركز على ماذا؟ على استغلال القضية. كلما أرادوا تأليب الشارع على الحكام تكلموا عن القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية. إلى اليوم حتى بالرغم من أن الشارع مل من التفاعل مع القضية الفلسطينية في إطار التلاعب السياسي، إلى الآن دخلت على بعض القنوات الفضائية وجدتهم يستغلون القضية الفلسطينية لتحريض الشعوب على الحكام، تهييجهم على الحكام بوهم أنهم سيستعيدون ثورات مرة أخرى التي تعيدهم إلى الكراسي التي حرموها. ليس هذا وقته، كفانا تلاعبا بالمسجد الأقصى. هذا أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، زائد أسباب متعلقة بمسؤولية الحكام، بمسؤوليات العلماء، بمسؤوليات وسائل الإعلام وكله. لكن مرة أخرى نحن بحاجة إلى حملة، ما أقول حملة، إلى برنامج توعية مستمر بما هو المسجد الأقصى. شوف الأسئلة، حتى الأخ الذي سأل في التقرير سؤاله خطأ. ما الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة؟ لا، قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى. قبة الصخرة والمسجد القبلي كما قلنا وكل المساحة التي أشرنا إليها في الصورة كلها تعتبر المسجد الأقصى. طيب احنا قلنا ان اليهودية ما فيهاش حق اليهود في المسجد الأقصى، بل عندهم حرام ان يدخلوا الى هذه المنطقة قبل مجيء المسيح في اخر الزمن، وفكرة صهيونية بحتة. هي فكرة صهيونية سياسية بحتة، استغلت الديانة واستغلت المتطرفين كما استغل ساستنا المتطرفين في ألاعيبه. هناك مقدسات مسيحية موجودة في القدس، في القدس ليس المسجد الأقصى. المسيحيون الله يعني تنشر صورة لشاب مسيحي واقف أثناء صلاة الجمعة بيقرأ في الإنجيل، هذا اصطف وسط المسلمين بين إخوته من المسلمين ماسك الإنجيل وعليه الصليب وهو بين المصلين في الجمعة تضامنا مع إخوته المقدسيين المسلمين في المسجد الأقصى. نعم لإخوتنا المسيحيين حقوق في القدس، كنيسة القيامة وبالقرب منها بيت لحم بالقرب من القدس، لا شك أنها هو ده الشاب
نعم نعم انظروا إليه. ده نضال جوزيف عبود. نضال جوزيف عبود. بارك الله فيه نضال. أهلا وسهلا أستاذ نضال. جبتوه. جبناه. أستاذ نضال. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعد مساكم وتحية كثير كبيرة لحضرة الشيخ ولإلك. يعني أنا كثير سعيد جدا 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 إنه أنا معكم. يعني سعيد جدا. إحنا اللي سعداء بيك وبموقفك. نضال الله يبارك فيك. أيوة. ويجزيك خير. أشكرك. أنت أعطيت الصورة الراقية العالية لاتحاد أهل بيت المقدس، مسلمين ومسيحيين صفا واحدا لأجل قضيتهم. أنت صاحب الفضل علينا أن دخلت معنا في هذه المداخلة. أنتم الذين هناك في أرض الرباط صفا واحدا. الله يبارك فيك يا نضال. صورتك هذه أوصلت رسائل كثيرة، ليس فقط لنصرة المسجد الأقصى، حتى لمقابلة الجهل المتراكم عندنا في خارج فلسطين في قضية الصلة بين المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد. بارك الله فيك. الله يسعدك يا حضرتك الشيخ حبيبي. شكرا لك كثير. سلامي لإخوتنا المناضلين هناك المرابطين. شكرا لك أستاذ نضال. أنت فضلت موجود مع الإخوة المسلمين طول وجودهم في الحرم؟ أنا صراحة نزلت من الساعة 8 الصبح على المسجد الأقصى، ولكن قوات الاحتلال منعتنا ندخل المسجد الأقصى بسبب اختصاصهم لأراضي تبعتنا المقدسات. فإحنا تمت صلاة الأقصى، تمت صلاة الجمعة خارج أسوار القدس، وكان هناك تجمعات. أنا ضليت من الساعة 8:30 الصبح لحتى أقيمت صلاة الجمعة. ضليت متواجد مع المصلين وسمعت خطبة الجمعة وتمت الصلاة. ولكن أجمل شعور أنا يعني عشته بهاي اللحظة، يعني ولا عمر بحياتي رح أقدر أعيشه، إنه لما كنا نكون نصلي ونحكي كلمة واحدة هي يا رب. هذه أحلى كلمة ممكن نوصلها للعالم كله. يعني لما نكون إحنا الاثنين في نفس الصلاة وأمامنا هم قوات الاحتلال طلعوا علينا بنظرة إنه إحنا إرهاب، إحنا عار على المجتمع، ولكن إحنا شعب مسلم مسيحي، من حقنا إحنا مندافع عن حقوقنا، وخاصة إنه أنا شاب مسيحي موجود في هاي المنطقة، والمسيحية هي جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية الموجودة حاليا في هذه البلد. وأنا رسالتي للعالم أحب أنه أودي سلام جميع، خاصة لأخوة الإسلام اللي استقبلوني وحضنوني وخلوني أصلي معهم صلاتهم. وأنا إلي كل الفخر كل الفخر كل الفخر أنه أكون معهم في هذه اللحظة المقدسة بالدفاع عن مقدساتنا، وخصوصا عن المسجد الأقصى الذي هو وجه القدس ووجه الخير في جميع أنحاء العالم. نضال، كنت وحدك ولا كان في إخوة مسيحيين معك؟ أنا صراحة توجهت لوحدي في هذا الموقع، لأنه إحنا هون خاصة المسيحية أقلية جدا في البلاد هون. نعم. توجهت أودي رسالة. أنا وجودي كان بين المصلين أخوتي الإسلام هي رسالة للعالم، إنه إحنا هون إيد واحدة، خاصة نعم. هون فلسطين. وأنا حبيت إنه هاي الرسالة تطلع على كل العالم، إنه مش بس إحنا فلسطين إحنا إيد واحدة، لازم هذه الرسالة توصل لجميع العالم، إنه إحنا بالقوة سواء مسلم أو مسيحي إذا كنا إيد بإيد ما في ظلم ولا في أي قوة بالعالم ممكن إنه تحركنا. نضال أيوة. هذا ما هو غريب، بارك الله فيك. نحن لا نزال نذكر بالمعروف والفخر والإجلال موقف كنيسة بيت لحم التي هي محل ولادة السيد المسيح عليه السلام، عندما آوى المقاومون إليها وبقيت تحت الحصار لمدة طويلة، والقساوسة والآباء الذين هناك يرفضون تسليم المقاومين للعدو المحتل. المسلمون والمسيحيون في بيت المقدس وفي فلسطين صفا واحدا في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم، والذي سمعناه منك اليوم درس. أنا أرجو هذه الصورة أن تبقى منتشرة في وسائل الإعلام، ليتها تعلق في الشوارع، في إعلانات الشوارع، صورة نضاله بين إخوته من المسلمين في المسجد الأقصى. أبلغ سلامنا لإخوتنا من المسلمين والمسيحيين. الله يقويكم يا نضال. الله يسعدك يا شيخ، وأذكرنا الصلاة دائما، لأن احنا محتاجين
صلاة إنسان زيك، إنسان رائع. الله يبارك. وأنا بشكرك كثير يا نصر صورتي عندك، يعني أنا بشكرك كثير 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 كثير. يا نضال هذا جهد المقل، نحن خجلانين من الله ومنكم، ماذا قدمنا؟ بشكرك أخي نضال، بشكرك جدا، وبقول لك رسالتك وصلتنا، أثرت فينا جدا جدا جدا، ونتمنى أن تصل إلى من له قلب في هذا العالم. أخبرني مطران القدس أن حركات اليمين الإنجيلي المتطرف الأمريكية، نعم، ليس كل الإنجيليين، هناك ناس محترمين من الإنجيليين، لكن الإنجيل اليميني المتطرف، نعم، اللي هم دواعش المسيحيين من الأمريكا، يأتون بجهد مكثف على المناطق المحتلة لتحويل، ليس المسلمين، لتحويل المسيحيين الأرثوذكس الذين هناك إلى توجهاتهم وإغرائهم بالهجرة وترك بيت المقدس. لهذا كما سمعنا في كلام نضال أن المسيحيين أصبحوا أقلية شديدة في داخل بيت المقدس، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. نعم، حضرتك تكلمت الذين يسمونهم المسيحيين الصهاينة أو الصهيونية المسيحية، أي، هذه اللعبة الجديدة التي المسيح منها براء عليه السلام. نعم، حضرتك وصفت بعض اليهود بالدواعش. أي نعم، كتب، نعم، دواعش اليهود. نعم، دواعش اليهود. ينبغي أن نركز على مسألة وهي لفت النظر إلى الإرهاب الصهيوني. نعم، الإرهاب الصهيوني يوجد في كل فكرة، ليس فقط في كل دين، النفسية الداعشية والعقلية الداعشية. كما بين المسلمين ظهر الداعش، بين المسيحيين ظهر بيت الرب في جيش الرب في أوغندا، وميليشيا الصرب الذين قتلوا 250 ألف بوسنوي واغتصبوا 50 ألف امرأة هناك، ظهرت الحركات الصهيونية المتطرفة التي تبيح قتل النساء والأطفال، ظهر في البوذيين البوذية التي تقدم كديانة إنسانية، في ظهر في البوذيين في بورما من يقتلون الناس، بل الرهبان يقومون بتقطيع أجساد البشر، ظهر في العلمانيين، العلمانيين الحروب الكبرى كلها قامت بأنظمة علمانية، الأولى والثانية والشيوعيين، نعم، وهتلر كان علمانيا. ففي كل فكر، ليس فقط في كل دين، توجد مجموعة. قبل أن نتكلم عن الأدلة والمنطق والردود، لا لا، في مشكلة نفسية. الداعشية هي قبل أن تكون فكرة هي نفسية، نفسية مأزومة، غاضبة، ناقمة، حاقدة، يائسة، نعم، فتبحث عن أي مبرر لتخرج ما في داخلها تجاه العالم. ففي اليهود يوجد دواعش. نعم، دواعش اليهود كانوا عاملين اجتماع، نعم، وبيطرحوا فيه أفكارهم. نعم، نشرنا هذا عندنا في الفيسبوك، حضرتك في تويتر. نعم، نشرته وإحنا دبلجناه. تفضل تفضل. فهتسمح لنا النهارده؟ تفضل. يوم 18 أغسطس في أوتيل رمادا في وسط تل أبيب، اجتمعت قيادات الحاخامات الإسرائيليين للدفاع عن إصدار كتاب أحدهم الذي يحتوي على مصادر يهودية تبرر قتل غير اليهود من الأطفال الأبرياء والعائلات. لسنا فقط المتدينين الذين ثاروا، لكن اليهود العلمانيين أيضا ضد هذا القانون. السبب بسيط، هو أننا جميعا نقول في هاجادة الصفح: اسكب غضبك على الأمم التي لا تعترف لك وعلى الممالك التي لا تنادي اسمك، لأنهم افترسوا يعقوب ودمروا وطنه. نحن سألنا اليهود: هل تريد أن تقرأوا من الهاجادة على طاولة الصفح؟ هل يريد أحد تغيير الكتاب المقدس، كلام التوراة، التوراة المكتوبة أو التوراة الشفوية؟ هناك معارضة، لكن حاخامات إسرائيل جاءوا وأكدوا بوضوح أنهم غير معترضين واستشهدوا بالتوراة المكتوبة والتوراة الشفوية. أعتقد أن منطق المؤتمر سوف يصل إلى الآذان والقلوب الجيدة، وأتمنى أن ينتهي قريبا ما حدث هنا، وألا نقوم بتنظيم مثل هذه المؤتمرات مرة أخرى. إذا كان الأمر متروك لك، لكن في القانون اليهودي هناك حدود. و
ما حدث هنا هو تدنيس التوراة. التوراة هي توراة السلام، وما سمعناه هنا هو أن أغلب الناس لم تقرأ الكتاب، وهم يقولوا أنه لا يجب أن ينتقد أحد ما يكتب عن الكتاب. وما نقول نحن إننا قرأنا الكتاب جيدا ونعلم ما يقوله. الكتاب يدعو إلى قتل الأطفال الأبرياء، فلا يوجد أي تمييز دقيق هنا. هو كتاب يقدم خطاب عنصري باسم التوراة. الالتزام بالتضحية بحياتك فوق كل شيء. عندما تقدم ضد أولئك الذين يريدون تدمير التوراة، هذا ليس فقط صحيح لغير اليهود الذين يحاولون تدميره، لكن أيضا ضد اليهود الذين لا يتبعوا التوراة. يوجد في القانون اليهودي في ظل ظروف محددة جدا جدا، وهذا تبعا لبعض الآراء والتعاليم اليهودية يمكن السماح بقتل الأطفال. كتاب يحرض على قتل الأطفال والعائلات، هذا لا دواعش اليهود، دول دواعش اليهود، هؤلاء دواعش اليهود يستندون إلى نصوص عندهم في العهد القديم يبررون من خلالها قتل النساء والأطفال. نعم. هؤلاء ليسوا وحدهم، توجد أيضا توجد فئات أيضا غيرهم على نفس الشاكلة. ومن إذا دخلتم عندنا في الصفحة القسم الإنجليزي، صفحة تويتر، صفحتنا اللي في الإنجليزي وفي فيسبوك، ستجدون عدد أيضا من الترجمات الإنجليزية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن نريد من إخوتنا المشاهدين خذوها وانشروها، والذي له صلات بأناس أجانب انشروها. نعم. ستفيد. أنت ما تقدر الآن تحمل سلاح وتذهب، اتحرك بالأسلحة المتاحة لك، بعض الأسلحة المتاحة لك، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، انشروا في كل مكان في العالم أن الإرهاب الصهيوني، عملوا الهاشتاج الوسم ليتكم تنشرونه أمامكم هنا، الوسم المطروح ليته يصعد هنا أو يظهر في الشاشة، انشروا في كل مكان مع أمثال هذه الفيديوهات التي يجيزون فيها قتل النساء والأطفال. ولهذا حرقوا الطفل قبل فترة. نعم. واحتفلوا بأنهم حرقوا هذا الطفل. نعم. ولما حد اعترض شفنا بيعملوا فيه إيه، خدوه وطردوه برا، ضرب منه كتاب، يعني مش بيناقش كتاب مقدس كمان يعني. الذي اعترض قاموا وطردوه آخر، وهكذا وعليه قس. فعندنا حملة ينبغي أن تقوم أمام الإرهاب الصهيوني وبشكل واضح. نعم. حتى نعي نحن نقف أمام من في مسألة هنا مهمة. الحكومات الأخيرة هذه اللي متطرفة اليمينية تعتمد على أمثال هؤلاء، بمعنى ما ترونه من تصرفات مبالغ فيها من قبلهم في الاضطهاد، في الأذى، في التعنت، في التصريحات، هي لإرضاء أمثال هؤلاء لاجتذاب أصواتهم، كما حصل في الولايات المتحدة أيام بوش الابن لاجتذاب أصوات اليمين المتطرف، كما حصل عندنا أيضا. فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. حضرتك قلت ان انا ماليش علاقه بالسياسه، السياسه ما تهمكش، ولكن لما نيجي نتكلم عن اسرائيل هي العدو. نعم. ومع ذلك نحن انشغلنا، احنا بقينا اعداء في بعض، عندنا اعداء داخليين. نعم. طول الوقت بقت معاركنا قصاد بعض، سواء داخل الدوله الواحده او من دوله عربيه الى اخرى. اولا لم اقول اني ليس لي علاقه بالسياسه، السياسه جزء من حياه البشر. نعم. متدين وغير متدين، لكن لا أعمل بالسياسة. نعم. لا فهمتك. نعم. لا أعمل بالسياسة بمعنى. نعم. لا أعمل من بالسياسة، ليس لنا هدف متعلق بالوصول إلى حكم أو غيره، لا نقبل أن نستخدم كجزء من أجندة سياسية. نعم. الاحتراب الداخلي الذي نعيشه والتفتيت الذي توجه من البعض نحو دولنا والتهييج وإثارة الفتنة على بعضنا البعض، لا شك يعني أنه أثر تأثيرا كبيرا على انتمائنا للقضية وعلى تفاعلنا مع القضية وعلى القضية ذاتها. نعم. لو أننا يد واحدة ما كان هؤلاء يجترئون على فعل ما فعلوا. يعني هي أزمة ثقة، وهنا. نعم. يعني أرجو أن يتسع الصدر والوقت، لدينا أزمة ثقة بين الحكام بعضهم البعض، بعضها مسببة، لكن لدينا أزمة ثقة بين الحكام بعضهم البعض، بين الحكام وعلماء الدين. وعلماء الدين. نعم. بين علماء الدين بعضهم البعض، بين الحكام وعلماء الدين والمثقفين، بين المثقفين بعضهم البعض. نعم. بين الحكام وعلماء الدين والمثقفين ورجال الأعمال، بين رجال الأعمال بعضهم البعض، بقية الشعوب، بقية الشعب. نحن بحاجة اليوم إلى عادة الثقة مرة أخرى. وهنا
يعني لأن القضية جد. استأذنك سأقول نقاط. اتفضل. لا ترضي أحدا لا الحكام ولا الجماهير، لكن القضية تقتضي الصدق. كفانا مزايدات هنا ومزايدات هنا. في المداخلة قلت كلمة لم أندم عليها، أكررها مرة أخرى. نعم. إذا أخذ المسجد الأقصى فلن يهنأ صاحب كرسي بكرسية، لأنه لن يبقى كرسي أصلا. إذا أخذ المسجد الأقصى لن يهنأ صاحب كرسي بكرسية، لأنه لن يبقى كرسي أصلا. وهؤلاء لا يقتصرون على المسجد الأقصى مهما أعطوكم من تطمينات، دولتهم في وجهة نظرهم من النيل إلى الفرات تشمل المدينة المنورة. نعم. خيبر. الأمر الثاني، لا نجعل أنفسنا لعبة أيضا في المقابل بأيدي التنظيمات السياسية المضادة للحكام التي تتلاعب بقضية فلسطين ضمن أجندات سياسية للتهييج إما على الحكام أو على دول دون دول، ورأينا هذا في وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية. نعم. الكلام عن الطعن في هذا وفي ذاك، واتهام هذا بأنه مع الصهاينة، والضرب هذا في ذاك، والمناكفات هذه. التنظيمات حتى الإسلامية منها، نعم، نفعها للقضية في السنوات الأخيرة معدوم، بل ضررها أكثر من نفعها للقضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة. نعم، في فترة كانت هناك مقاومة حقيقية. نعم. وفي الكلام عن المقاومة، أنا مع كل مقاوم، ليقل من قال ما قال، لكن الآن المقاوم الحقيقي، الحقيقي المقاوم. نعم. الحقيقي الذي واجه الكيان الصهيوني أنا معه أيا. نعم. كان اتجاهه. نحن ابتهجنا في أيام في 2006 من مقاومة حزب الله لليهود. نعم. كلنا ابتهجنا من مقاومة حماس لليهود، ومن قبلهم أجمعين ابتهجنا بمقاومة فتح التي تتهم كلها هكذا جزافا بالخيانة. ابتهجنا لمقاومتها لليهود كتائب شهداء الأقصى، بل الانتفاضة الأولى والثانية هي من تنظيم حركة فتح. لكن أريد أقول شيء، فلسطين أكبر من فتح وأكبر من حماس وأكبر من كل الفصائل الموجودة، ومن هو غاضب من هؤلاء أو من هؤلاء لا يجعل ذلك مبررا لحذف القضية الفلسطينية من اعتباره. تحول التنظيمات الإسلامية هناك من مقاومة إلى عمل سياسي متعلق بالنزاع على الحكم، ثم تدخلهم فيما حصل في مصر، الجزء الثابت منه والجزء الذي تقوله دولة مصر، الجزء الثابت رأينا المظاهرات خرجت في غزة تحمل صورة الرئيس الذي أزيل وتهاجم الدولة المصرية وما يحصل فيها. وأنا أقول بمحبة يا إخوتنا من الفصائل أجمعين حتى الإسلامية في داخل فلسطين، ركزوا على القضية الفلسطينية. كل عمل له علاقة بانتماءات وتنظيمات سياسية وجماعات سياسية تعود ضرره ليس عليكم فقط، بل على القضية الفلسطينية. لا. فلا نقبل، كما أن لا نقبل تخاذل الحكام، لا نقبل تلاعب الفصائل والجماعات واستغلالها للقضية الفلسطينية. أنا واحد من الدعاة لا نذكر اسمه في لبنان، لا، لما سألت عن موضوع لماذا لا تشجعون الناس على زيارة المسجد الأقصى، قال ما هو تطبيع، لما شرحت له الواقع قال كلامك مقنع بس ستواجهنا مشكلة. قلت له ما هي المشكلة؟ قال عندنا في لبنان موضوع القضية الفلسطينية هو الشيء الوحيد الذي من خلاله نحاول نوحد صفوف جماعاتنا، فلو حصل اختلاف بين جماعاتنا حول موقفنا من زيارة القدس لن يبقى شيء يستطيع واحد صفوفنا في قضيتنا داخل لبنان. يا سلام. فأصبحت وسيلة. حزب الله أيضا استخدمها وسيلة، ورأينا الآن القدس يحاصر وصواريخهم متجهة إلى سوريا. لا، أصبح الوضع مختلف. فلا نقبل تلاعب تخاذل الحكومات ولا تلاعب الجماعات. نعم. بالقضية الفلسطينية. وأيضا لا نزايد، المؤشرات التي تحيط بنا تشير إلى أن عدد من دولنا بدأت تمد خيوط تواصل مع الكيان المحتل. نعم. وأصبحت شبه علنية الآن. نعم. طيب أنتم مقبلون على نوع من الصلح، تمام، حتى لو لنا رأي مخالف، فقط نطلب منكم طلب واحد، لا تجعلوا الصلح على حساب المسجد الأقصى. الويل لكم من الله في الدنيا وفي الآخرة إن جعلتم صلحكم على حساب المسجد الأقصى، إن تنازلتم عن حجرة في المسجد الأقصى. هم مقبلون على صلح للأسف. نعم. الفرق بين الصلح الذي ستقبل عليه دول المنطقة وبين الصلح الذي حققته مصر على يد السادات رحمه الله أنه خرج بشيء أعاد أرضه في صلح. كنا في مركز قوة، نحن الآن في مركز ده. أعاد أرضه. نعم. طيب الآن عوضا عن أن تكون المفاوضات مع العدو لحمة واحدة
أصبحت بعض الدول أو الكثير من الدول كل واحدة وحدها تتفاوض معه. نعم. وهذا التفاوض المنفرد لا يعود بعائدة على فلسطين، على القضية الفلسطينية، يعود بعوائد على الدول نفسها في أماكنها وعلى رجحان الكفات في نزاعاتها، وأحيانا النزاعات الداخلية. نعم. يعني إخوتنا في قطر قالوها علانية، قالوا فتحنا المكتب الإسرائيلي وعملنا تطبيع اقتصادي حتى نحمي أنفسنا بعد الانقلاب الذي عملوه، هذا هم أحرار في داخل بلادهم، أنا لست جزءا من المعركة. نعم. لكن أود أن أقول هنا أن جعل التواصل مع العدو مقتصر على الجزئيات الداخلية لكل دولة أو على التوازنات في المنطقة، الصراع بين دول الجزيرة العربية وإيران وأطماع إيران في منطقتنا، جعل القضية الفلسطينية جزء من هذا الأمر، خطر على القضية الفلسطينية على المسجد الأقصى، وخطر عليهم هم أيضا. نعم. وخطر عليهم هم أيضا، لأنك إن قدمت أنت تنازلات إيران ستقدم تنازلات. إيران دخلت في فضيحة إيران جيت، الكيان الصهيوني هو الذي توسط للثورة الإيرانية بنيل الأسلحة سرا من أمريكا، فالكل يمد خيوطا. نعم. فإن كنتم كما يبدو مقبلين على نوع من الصلح، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. الأمر الثاني، مهما أقيمت من مظاهر صلح، ننتقل من الحكام الآن إلى الشعوب، لا تقبلوا أي تطبيع حتى لو اضطرت دولنا إلى نوع من المعاهدات مع الكيان المحتل، كما صمد أهل مصر ورفضوا التطبيع، وأصبح الذي يقوم بالتطبيع أو يدعو إليه أو يميل إليه منبوذا على مستوى المثقفين وعلى مستوى الاقتصاديين وعلى مستوى الشارع المصري. وهنا من أنتقد كثيرا الأفلام والفنانين، لا، هنا أشيد بالأفلام المصرية التي عمقت في النفوس أن هؤلاء لا زالوا أعداء، وإن اضطرت حكوماتنا إلى نوع معاهدات معهم، فينبغي نحن أن نستعد برفض أي تطبيع. طيب، نعم. ما دور الناس اليوم تجاه القضية؟ سبق وقلت لكم هنا في الإعلام ولم أجد الاستجابة الكافية في القنوات الفضائية، ركزوا على المسجد الأقصى، على التوعية بما هو المسجد الأقصى، على النجاحات التي يحققها المرابطون بسبب ثباتهم بالرغم من أنهم عزلوا، بالرغم من أن العالم قد خذلهم. الأمر الثاني، نقول لإخوتنا مع التوعية الآن في المرحلة هذه، انشروا في كل ما تستطيعونه من الوسائل، إخوتنا الذين يجيدون اللغات المختلفة الإنجليزية وغيرها، خذوا الأشياء الموثقة هذه وانشروها إلى العالم باللغات المختلفة، ادخلوا في نقاشات بعقل وهدوء ووعي مع الآخرين، حتى لو دخل واحد من الصهاينة في نقاش معكم من شبابهم، لو استفزكم لا تستفزوا، ناقشوا بالأدلة التي تأخذونها والتي لديكم بالصور وبالإثباتات بأمثال هذه الفيديوهات وأمثال وغيرها أمام الآخرين، افضحوهم بهدوءكم واجعلوهم هم الذين يغضبون ويخرجون عن الطور. جمعياتنا الخيرية ينبغي التفكير، يعني أنا أدعو إخوتنا من الأطباء المصريين أن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة بعد أن تنتهي الآن هذه، إن شاء الله ستنتهي، سينتصر إخوتنا وسترفع البوابات، لكن الاحتلال باقي. وهنا أريد أن أقول مسألة، المشكلة هي الاحتلال، تقول كيف قتلوا ناس من الجنود الصهاينة، ما الذي يدخلهم المسجد الأقصى؟ هم محتلون للمسجد الأقصى، ليس لهم أصلا أن يدخلوا إلى هناك. نريد الأطباء المصريين بعد ذلك يخرجون يزورون المسجد الأقصى الزيارة الراشدة التي ذكرناها، ويقيمون هناك في المستشفيات معسكرات طبية أو مخيمات طبية، يؤدون فيها شيء من الواجب. ما نسيبهاش زي ما كان الإخوان بيعملوا وإحنا بعيد. بالضبط. يعني من أكبر المصائب أن البعض هنا يربط فلسطين والقدس بالإخوان فقط. نعم. نحن يجب أن نعترف، شباب الإخوان في أيام الحروب 48 قبل ضحوا وقدموا دور، أتكلم عن شباب الإخوان. نعم. قيادات بعد ذلك لعبت لعبا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نريد نقول شيء بالمناسبة، المسجد الأقصى ليس قضية فلسطين وحدها، ولا قضية الإسلاميين ولا الإخوان، قضية أمة بأكملها. نعم. والقدس بما فيها كنيسة القيامة وبيت لحم هي قضية العرب، وليس العرب وحدهم، العرب والمسلمين، وكلنا مسؤول أمام الله عن مثل هذا الأمر. خلوا أطفالكم الصغار يضعوا من جنيه جنيه، في السعودية ريال ريال، في الإمارات درهم درهم، مختلف البلدان ضعوا ولو الشيء اليسير وجمعوا وأعطوا جهة معتمدة من التي ذكرناها أو غيرها من البعيدة عن أعمال التنظيمات السياسية، وتوجهوا بذلك إلى المسجد الأقصى إن شاء الله. يعني مسك الختام، أنا بشكر حضرتك جدا. الله يبارك فيك. وأتمنى أن يكون عندنا فرصة الأسبوع الجاي لو حضرتك في القاهرة. إن شاء الله. إن شاء الله نكمل، أنا عندي أسئلة كتير ومحاور كتير، والناس عايزة تسمع حضرتك في قضايا عدة يعني. فإن شاء الله نشوف. آسف، أطلب بس طلب. تفضل. مع التحرك الذي طلبته من الناس في الوعي والنشر والكذا، الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أطلب من كل واحد منكم إخوتي
أن يجعل له وردا من الدعاء للمسجد الأقصى. قم صلي ركعتين الليلة هذا في سجودك، ابكي لله وتوجه إليه أن يحمي المسجد الأقصى. دعك من الذين يقولون الدعاء ماذا سيفيد، نريد تحرك، ما تحركوا ولا دعوا في النهاية. ادعوا الله في سجودك وألح على الله، اجمعوا أولادكم في البيت وقرأوا سورة ياسين 70 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل، على نية النصرة للذين في الأقصى. الدعاء يفيد وسيغرس في قلوب أبنائك التوجه إلى الله والاهتمام بمثل هذه القضية. الذي لديه الوقت والفرصة 450 مرة من حسبنا الله ونعم الوكيل، الله قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أتوب 450 مرة، المشغول 70 مرة في الصباح 70 مرة في المساء، يا أخي وانت في الباص ولا في السيارة تستطيع أن تأتي بها 70 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل كل يوم. اقرأوا سورة ياسين كل يوم على نية النصرة لإخوتكم في المسجد الأقصى. ادعوا الله عز وجل كل يوم لإخوتكم المرابطين، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يأخذ بأيديهم. اللهم أمين، اللهم أمين. بشكرك يا سيدنا، الله يبارك، نتمنى أن احنا نكمل الأسبوع المقبل إن شاء الله. بارك إن شاء الله. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، غدا حلقة جديدة من آخر النهار، ومعايا بكرة بيومي فؤاد جايبينه بنفسه بقى بعد ما رجع من مصر. يعني مصر بخير طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.